نشارككم من جديد في فلبلاي متواصلين حتى الخامسة. نتحولوا لصفاقس قسم موجود زميلنا فاضل بوجناح. أكيد البارح كان اجتماع مهم جمع مجموعة من المسؤولين بتاع السياسات يقودهم محمد جليل وكذلك معز المستيري مع رئيس الجامعة وديع الجريد. تفاصيل الكل على الاجتماع هذا والكواليس وشنو صار فيه. جينا مع عند مراسلنا في صفاقس كما قلت زميلنا فاضل بوجناح. فاضل أهلا بك. مرحبا بك اسلام، مرحبا بالمستمعين نتاع اكسبريس اف ام. انا قلت الكواليس الكل عندك هكا ولا شو رايك؟ كلها معنا ان شاء الله، عندنا اخبارات مزيانين لجماهير النادي الصفاقس في اليوم. ايوه هاي شنو صار فاضل؟ بون اذا كان نحكيو على الاجتماع البارح اسلام، الاجتماع هذا كان جمع نائب الرئيس دكتور محمد جليل ورئيس فرع كره القدم سي معاذ المستيري مع رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم سي وديع الجري. الاجتماع هذا معنا تقريبا عندهم برشا مسؤولين نادي الرياضي الصافي ما اجتمعوش مع سيد وديع الجري. الاجتماع هذا كان معنا اجتماع البارح كما نقولوا معنا اجتماع ودي. فاضل قبل ما ندخل فاضل اسمع قبل ما ندخل في كويس الاجتماع اعطينا نحطوا في الكادر نتاعو كيفاش جا، شكون طلب يقابل شكون، علاش البيان نتاع السي اس اس الاخر عنده علاقه بالاجتماع هذا؟ الاجتماع هذا كان النادي الرياضي الصفاقسي طلبوا اسلام، خاصه انه فما معناها ثم بعض العراقيل قاعد يواجه فيها النادي الرياضي الصفاقسي، سيرتو اذا كان نحكيو معناها العراقيل الاكسترا سبورتيف اكثر من سبورتيف، معناها ثم عراقيل فعل موجوده خاصه في قضيه بن شاع زكريا بن شاع اللاعب الجزائري، ولا حتى في الحكم اللي اصدرته لجنه النزاعات التابعه للجامعه التونسيه لكره القدم. معناها هذوما تقريبا اهم زوز مواضيع وقع طرحهم البارح في الاجتماع هذا اللي ضم مسؤولين نادي الصفاقسي والسيد وديع الجري. اذا كان نبداو مساله بن شاع، نعرفوا الناس الكل انه زكريا بن شاع على ذمه النادي الرياضي الصفاقسي في فتره اعاره، والنادي الرياضي الصفاقسي كان راس الرسميه فريق اتحاد العاصمه الجزائري واعرب له على رغبته في معناها الابقاء على اللاعب هذا وشراء العقد معناها وقت ما يوفى الموسم الرياضي في تونس. جات الكورونا، فتره الكورونا اسلام، نعرفوا الناس كل انه المواعيد معناها ستيم فورس ماجور لهنا، معناها مواعيد انتهاء البطولات في مختلف القارات في العالم وقع تاجيلها. دونك المسؤولين تاع الاتحاد العاصمي شيء معناها اللي يثير الاستغراب كانوا راسلوا النادي الرياضي الصفاقسي وقالوا لهم احنا الاعاره هذه توفى 30 جوان ترجعوا لنا اللاعب نتاعنا. النادي الرياضي الصفاقسي لهنا نعرفوا الناس كل اللي ما كملش البطوله الوطنيه كرة قدم، البطوله الوطنيه توفى تقريبا في شهر سبتمبر. دونك معناها استغرب الطلب هذا مع الهيئه المديره الجديده هذه نتاع اتحاد العاصمه، وخاصه المدير الرياضي فيها عنتر يحيى، ثم ناس ربطوا عنتر يحيى اللي هو لاعب سابق للترجي الرياضي. مساله الرغبه في استعاده اللاعب هذايا وبيعه لاحد الفرق الاخرى في تونس. دونك لهنا كما نقولوا الرؤيه ماهيش واضحه بالنسبه لمسؤولي الفريق الجزائري. علاش؟ على خاطر النادي الرياضي الصفاقسي رسميا كان راس الاتحاد العاصمه قبل 30 جوان قال له راني اللاعب هذايا باش نشريه، قال له راهو بالنسبه للاعب هذا جو كونفيرم لاشا. دونك لهنا الامور قانونيه، وبالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي حتى في عقد الاعاره، الاعاره ما توفاش 30 جوان، قانونيه توفى 30 جوان، لكن كما نقولوا جات الفورس ماجور نتاع الكورونا هذه معناها وقع التمديد في الموسم الرياضي في تونس باش يوفى كل شيء كما قلت لك في شهر سبتمبر. دونك النادي الرياضي الصفاقسي لهنا عن طريق الجامعه التونسيه لكره القدم باش يراسل الفيفا في الموضوع هذا. التنسيق معناها مع السيد وديع الجري كان خاصه مع النقطه هذه، انه الجامعه التونسيه لكره القدم باش تتكفل هي بالشبه نزاع هذا، خاطر الامور معناها محسومه من لدن الفيفا. الفيفا هي اللي اعطت الاوكي للجامعات الرياضيه في مختلف البلدان في العالم باش تتصرف حسب معناها الاجتهادات نتاعها حسب تطور الوضع الوبائي. اما هذا لاعب اجنبي نتصور تختلف هذا لاعب اجنبي فضلا نتصور لا تختلف الامور مش كيما اللاعبين المحليين. نعم اي بالفعل هذاك علاش هو خاطر اللاعب هذا لاعب اجنبي، ولهنا نعرفوا ثم معناها حتى ثم فرق في التوقيت في البطولات بين من دوله الى دوله. نعرفوا مثلا تقريب البطولات الاوروبيه تقريب جلها انتهى ولا باش ينتهي، لكن مثلا البطوله التونسيه تو رجعنا هذا الكل متطور بالفورس ماجور اللي حكينا عليها اللي هي الكورونا. دونك نرجع لموضوع زكريا بن شاع، الجامعه التونسيه لكره قدم السيد وديع الجري كان ابدا معناها التعاون وكان معناها متفهم للوضعيه نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، وعد مسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي انه باش يبذل معناها اقصى ما في جهده باش يراسل الهيكل الدولي الفيفا المنظمه اللعبه، ومعناها النادي الرياضي الصفاقسي الحق نتاعو مضمون بالقانون، وكان حتى ال 50 الف اورو اللي معناها هذا
معناها حق الإعارة نتاع نادي راضي سافي ثمن نتاع الإعارة، كان راسله خلال الجمعة هذه الفريق اتحاد العاصمة الجزائري، معناها ومعناها إذا كان رسل نادي راضي سافي معناها الفلوس هذه دونك معناها ما ينجم حتى واحد ينجم ينحيله معناها الاستحقاق باش يكون اللاعب هذا موجود في التشكيلة نتاع نادي راضي سافي. هذا بالنسبة لزكريا بن شاع. ثم من نقاط أخرى اللي وقع طرحها مع سيد وديع الجري موضوع معناها لجنة النزاعات نتاع تابع الجامعة التونسية لكرة قدم، كان ثم استغراب نعرفوا الناس كل ونبين هذا لمسؤولي نادي الصفاقسي حتى صرحوا به على أعمدة وسائل الإعلام وقالوا نستغربوا الحكم معناها اللي قامت به لجنة النزاعات هذه ممثل في السيد حامد المغربي اللي هو نائب نتاع السيد وديع الجري. لهنا نادي راضي الصفاقسي استغرب معناها من الحكم هذايا، وكان راس معناها تحدث معناها معاذ المستيري وفي محمد جليل نائب الرئيس مع سيد رئيس الجامعة وعدهم اللي هو باش يستفسر عن النقاط هذه وباش يستفسر أكثر على المسألة وبعد تالي باش يكون الرد متاعه بالنسبة للطلب هذا متاع مسؤولين نادي رياضي الصفاقسي. هذا بالنسبة للاجتماع إسلام. بالنسبة نمشيو توا للكورة، حكينا شوية على الاكسترا سبورتيف، نمشيو للسبورتيف. ثم زوز مباريات ودية نادي رياضي الصفاقسي معناها برمجهم في الجمعة هذه تقريب أسبوع قبل عودة انطلاق الرابطة المحترفة الأولى. المباريات هذوما باش يجريو في ظرف تقريبا 48 ساعة، معناها التشكيلات نورمال ما باش تكون زوز ليكيب الأولى وليكيب الثانية نورمال ليكيب الأولى والثانية نورمال باش يلعبوا فوالا ليكيب الأولى وليكيب الثانية. بون غدوة الحي باش تبدا المباراة الأولى باش تجمع نادي راضي الصفاقسي بضيف مدينة صفاقس اتحاد بن قردان، ويوم السبت المقبل ان شاء الله باش تكون مباراة ودية ثانية في خلال الاسبوع هذا، وهي المباراة الختامية في تحضيرات النادي الصفاقسي باش تجمع النادي الرياضي الصفاقسي بهلال الشابة. واضح. بالنسبة لعودة سلام بكير فاضل حاليا اسلام بكير معناها اذا كان نخدموا الجي بي اس نتاع الراديو نتاعنا نلقاه تقريبا في الحدود نتاع التونسيه، معناها كان تجاوز الحدود الجزائريه جاب البر وحاليا موجود في الحدود التونسيه باذن الله. باش يتعدى ديريكتومون للسونتر معناها اللي باش يعدي فيه الحجر الصحي ولا الكونفينمون، واللي هي الهيئه المديره النادي راضي الصفاقسي هي اللي اختارته باش يكون نزل في ولايه المهديه. واضح. بالنسبة للموضوع الأخير الموضوع الأخير إسلام، نعرف أن ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موجود فيها الترجي في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية نلقاه فريق النادي راضي الصفاقسي. فريق النادي راضي الصفاقسي عنده مباراة مهمة ضد فريق اتحاد تطاوين. فريق اتحاد تطاوين هو عنده فريق طيب، لكن رغم ذا معناها مالوروزمون النتائج معناها ما كانتش تمشي مع الأداء نتاعو. فريق اتحاد تطاوين يلعب على معناها تفادي النزول، دونك المباراة ماهيش باش تكون مباراة سهلة لا على النادي الراضي الصفاقسي ولا على فريق اتحاد تطاوين. لكن ثم استغراب من ولا حتى نقولوا استياء من جماهير النادي الصفاقسي من عدم برمجة المباراة هذه. كانت التلفزة الوطنية برمجت أربع مباريات ما فيهم حتى مباراة تخص المباراة هذه، مباراة النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين في تطاوين. النادي الصفاقسي الجماهير نتاعو كان معناها عبرت على الاستغراب نتاعها والافتياء نتاعها من البرمجة هذه، خاصة كما قلنا وأنه النادي الصفاقسي في المرتبة الثانية وفريق اتحاد تطاوين تعنيه المباراة وثلاثة نقاط يعنيه، دونك لهنا ما يعرفوش شنو هما لي كريتير اللي تختار فيهم مؤسسة معناها التلفزة التونسية باش تختار شنو هما المباريات اللي باش يقع نقلهم في الويكاند الجاي اسلام. واضح. ويكاند العيد ان شاء الله. واضح. يعطيك الصحة، شكرا لك فاضل بوجناح على كل هذه التفاصيل اللي